خاوي راه ماشي تيبقى عليا لازم نزيد اخويا شي حاجه حتى كيشوف بان ولا يصل الى درجه سنيه لانه الى في القضيه انا سنيه بطلت انا سنيه مع مشروعيه الدعوه لذلك راه خصنا نوقفوا هاد الشيء عندك الحق اجمع احبابي وعندك الحق تقطع اجمع احبابي دابا كاين شي حالات كاينه في فرنسا ما كاينش عندنا احبابي الا استلفتي الحكم الجرحي ولا الجنايات وما كان ممكن فيه غير فقط للتنطيط تتزرع عقوبه كتزرع تقص وفي المجال المدني الا استلفتي او الا درتي دعوه فيها غير التنطيط كتلاقم غير التعبير راه من الحق في القضيه راه ماشي مطلق حق القضيه تنضبطو شي شويه الا ما درناهش يا خلينا مطلق راه كارثه ثانيا مش كتقول لي الخزينه شنو عندها غير كل القضاة الموظفين البنايه المصاريف مش عارف شنو تجي تتعبي الوقت في القضيه ديالو والدعم القاضي الوقت الكاتب بدو والدعم وضغط الوراق ضغط كل شيء والدعم السنيه وتجي تاخذ الغلط مش عارف راه اكبر خطر اكبر خطر كاين عندنا في المحاكم الان الان كاين تصويت في لجنه العدل والتشريع حول قانون المسطره المدنيه. طبعا نحن في المجموعه النيابيه للعدل والتنميه تقدمنا ب 90 تعديل على 90 ماده بما مجموعه 150 تعديل واللي طبعا استحضرنا فيها عدد من الجوانب اللي بالنسبه لنا اساسي. اولا انه كانت واحد المشاورات حول منظومه العداله فإذا عدد من التوصيات ديالها لأن كان عمل جاد وترفع إلى جلالة الملك هذيك التوصيات طبعا ستنسحب على عدد من المجالات منها المسطرة المدنية فإذا وجب أن نأخذها بعين الاعتبار وحنا في التعديلات ديالنا خدينا بعين الاعتبار. ثانيا خدينا بعين الاعتبار كذلك كنا درنا واحد اليوم دراسي واللي كان مشهود هنا في القاعة المغربية حول قانون المسطرة المدنية واللي حضروه عدد من الأطراف تبع الحكومة لعدة اعتبارات. الآن التعديلات احنا غاديين يعني كاينه الرفض ديال واحد العدد منها واللي في حق بعض الأحيان المنطق ما كنعرفش لأن ثلاثة الملاحظات كبرى على القانون ملي كنشوفوا الغرامات يعني مشينا بواحد الطريقة اللي هي يعني رفع الغرامات بطريقة صاروخية معنى أن كنقولوا للناس ما تقولش تجيو للمحكمة يعني ضدا على الدستور ضدا على المواثيق الدوليه ضدا على العهود الدوليه كذلك فاذا هاد مجانيه التقاضي كنضربوها في الصميم فاذا هذا واحد العائق كاين كذلك المس يعني ببعض الجوانب الدستوريه القواعد الدستوريه التي جاء بها الدستور هذه المسطره المدنيه مستها فاذا ما يمكنش حنا نسمحوا لقانون عادي ان يمس بجوانب دستوريه. ثم ثالثا هذا القانون هذا يعني لا اقول ليس حوله اجماع لا هو جاء باش بهذه السرعه اللي اشتغلنا بها خلانا نشك بانه كاين امور اللي كوكان الوقت ربما سيكون من الاسلم ان نقف عندها سواء من حيث النقاش او من حيث التعديل ولكن على كل حال هذه كاين هناك اغلبيه وكاين هناك معارضه كل واحد كيقول الراي ديالو وحنا نقولوا الراي ديالنا النهائي سواء هنا او في الجلسه العامه الاسبوع المقبل ان شاء الله. اللجنه الان بصدد التصويت على التعديلات على القانون المسطره المدنيه اللي هو قانون مهم قانون مؤطر للقوانين الاخرى اللي غتجي فيما يخص منظومه العداله والهدف ديالو هو باش تكون المواطن المغربي ان يحظى بعداله، ان يحظى بحق اولا التقاضي وان يحظى بعداله اللي مس عليها الدستور حقه في العداله. هذا القانون مهم لانه ما عمر تعدل اولا سنين والمغرب خدام بهاد القانون اللي كيعدلوا فيه ماشي كيعدلوا تقريبا تبدل علاش؟ لان 400 ماده اللي جديده فيه واحد 200 ولا 150 ماده فيها تعديلات تقريبا هذا القانون عدل تقريبا كامله وبالتالي فما مهم ودار لا وزارة العدل مع النقاشات لأن هذا قانون مؤطر لواحد الموضوع العدالة في بلادنا راه في النقاشات راه فيه نقاشات لا مع وزارة العدل لا مع وزارة النيابة رئيس النيابة العامة ولا مع المؤسسات الأخرى القضائية إذا كلهم هادو
عطاونا هذا المقترح ديال القانون، والبرلمان شتي كي دار واحد العدد ديال التعديلات فيما يخص ما يراه مناسبا، وكتكون مناقشه وكيف في اخر المطاف بلادنا اللي تربح عندما ان شاء الله يخرج هذا القانون من البرلمان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.